داء الكورونا القولون التقرحي وهو مرض يصيب الأغشة المبطنة للقناة الهضمية. في داء كورونا المرض يصيب أجزاء متعددة من القناة الهضمية من أي مكان فيها من فتحة الفم إلى فتحة الشرج. وتعد الأمعاء الدقيقة أكثر المناطق المعرضة للإصابة بهذا المرض، يليها القولون وهو مرض غير معدي تماماً. والفرق بينه وبين القولون التقرحي أنه يصيب القولون والمستقيم، بينما يصيب داء كرون أي أجزاء الجهاز الهضمي، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى العالم الأمريكي بوريل كرون الذي كان أول من وصف أعراض هذا المرض. ما زالت أسباب ظهور هذين المرضين غير معروفة، إلا أن أبحاثاً أثبتت بأن العوامل الجينية الوراثية من المسببات، وهناك أيضاً عوامل بيئية مثل تغير نوعية الأكل والوجبات السريعة والتدخين وغيرها، وينتج عن ذلك اضطراب في الجهاز المناعي للإنسان، فتقوم بمهاجمة القناة الهضمية على اعتبار أنها جسم غريب، فتحتقن القناة الهضمية وتنشأ الالتهابات. معظم الأعراض تنشأ بسبب التهابات القناة الهضمية، وخاصة أعراض الإسهال المزمن المصاحب بدم أو مخاط. نقص الوزن، الشعور بالتعب والإرهاق، ارتفاع درجة الحرارة، آلام بالمفاصل والظهر، طفح جلدي، حدوث تقرحات سطحية مؤلمة ببطانة الفم، تأخر نمو الطفل عند الإصابة بهذا المرض، نشوء النواسير أو الخراجات الداخلية. وقد تختلف الأعراض من مريض لآخر حسب درجة نشاط المرض والمكان المصاب. التشخيص، أخذ التاريخ المرضي للمصاب لمعرفة درجة شدة المرض، يليها عمل بعض التحاليل المخبرية والأشعة المختلفة والمناظير. العلاج، لا يوجد علاج معين في الغذاء لمرضى داء كورون والقولون التقرحي. معظم العلاج يعتمد على أدوية. الأغذية اللي ننصح بها المرضى دائما بالابتعاد عنها هي الأغذية المشبعة بمادة اللاكتوز كالألبان ومشتقاتها. لكن يعتمد العلاج في داء كورون والقولون التقرحي على الأدوية بشكل رئيسي، مثل الكورتيزون والإيميران، أدوية مضادات الالتهابات. وأحياناً نلجأ في بعض المرضى إلى العلاج بالأدوية مضادات TNF. مضادات TNF لها دور كبير في تغيير التركيب المناعي وتهدئة النظام المناعي في الجسم. يهدف الطبيب في المعالجة إلى المحافظة على القناة الهضمية، ولا نلجأ لتدخل الجراحي إلا في حالات يسيرة من المرضى إذا فشل العلاج الطبي. المرض مزمن والمرض لا يقتل مريضه، لكنه يستمر معه لفترة طويلة من الحياة، فيحتاج إلى علاجات لفترة طويلة، ويحتاج إلى الدعم، كل الدعم المعنوي المادي النفسي الممكن في خلال فترة علاجه.